كان شعور رائع وشعور لا يوصف عندما علمت بأني سأكون من أحد المسافرين. شعور لا يوصف، منبهر، ما كنت أتوقع في يوم من الأيام نوصل لهذه المرحلة. شعرت يعني سعادة ضامرة، لأن حسيت أنهم قدروا جهودي اللي بذلتها طوال هالأعوام 12 عام اللي قضيتها في المدرسة. صراحة أشكر مكتب التربية الخليجي على هاي الفرصة اللي خلتني، اللي هي دافع لنا عشان نوصل اجتهادنا في المستقبل. كان شعوري سعيد وفرحان، وكنت أتمنى هذا اللحظة. شعرت بالفرح والسرور بالمجهود اللي أبذلته حق وصل هذا المستوى. شعرت بفرحة كبيرة، وطبعا كل أهلي فرحوا لي، وكل معلمات وأكيد مديرة المدرسة هم فرحت. كان شعوري لا يوصف، لأن الجائزة تعود فخر لكل طالبة أو لكل طالبة أو طالب خليجي. الحمد لله أني فزت وأني خذيت جائزة، ونشكر الله، نشكر قائمين على هذه المسابقة. أول شيء انصدمت، عقب حسيت بفرحة كبيرة، عقب بعدين كان وشي، بس عقب حسيت بالفخر. وايد تفاجأت واستانست لما سمعت هذا الخبر، وهذه الجائزة تعتبر مفخر لكل طالب وطالبة ينالون على هذه الجائزة، جائزة التفوق الدراسي، وهذا فخر لنا لكل طالب وطالبة أن ينالون على هذه الجائزة، وطبعا شرف كبير لنا ولدولتنا. حبيت أشكر مكتب التربية العربي على هذه الجهود، ووزارة التربية والتعليم، وشركة المراعي، وكذلك دولة الكويت. حبيت أشكر وزارة التربية فيها على جهودها وتقديرها حق طلباتها. طبعا أنا أشوف أن المشاركات الخارجية هذه تعزز أشياء كثيرة لدى الطالب، تعزز أن الثقة بالنفس، الاندفاعية، قدرة الطالب على التواصل مع الآخرين. لقائنا مع وفود دول مجلس التعاون الخليجي شيء كبير. حسيت بالفخر، وأن تعبي مرحبة منثورة، وأن يعني الواحد فعلا يحس أن ثمرت كل هالتعب، يعني جاء وقتها، وأن يعني زي ما قلت لك أن الحمد لله رب العالمين، أن الله عوضني بعد كل هالتعب. لا أستطيع وصف هذا الشعور من الفرحة الشديدة والتي غمرتني، وأحب أن أشكر إخواني في وزارة التربية والتعليم وإخواني القائمين على هذه الجائزة. كان شعور لا يوصف، شعرت بالفرحة الشديدة لم أعرف. جاء دور تكريم وتبادل الهدايا بين الدول، والآن نبدأ بدولة الإمارات العربية المتحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدأ أخواننا شغلة بسيطة لمملكة البحرين. أخوانك دولة الكويت، وأنا في المملكة العربية السعودية، الله يعزك، وأنا في سلطنة عمان، وأنا في دولة قطر، والآن مع مملكة البحرين. تفضلوا. دولة الإمارات العربية المتحدة. أخواننا في دولة الكويت. الأخوة في المملكة العربية السعودية. سلطنة عمان.
واخيرا اخواننا في دوله قطر. والان مع دوله الكويت. اخوان دوله الامارات. اخوان مملكه البحرين. اخوان في المملكه العربيه السعوديه. اخوان في دولة قطر. الاخوان في سلطنة عمان. والان مع سلطنة عمان. تتشرف وزارة التربية بسلطنة عمان بأن تكرم مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي. والآن دور وزارات التربية والتعليم طبعا في الدول الأعضاء، نبدأ بدولة الإمارات العربية المتحدة. مملكة البحرين. دولة الكويت. المملكة العربية السعودية. دولة قطر. أيضا ننتهز هذه الفرصة لتكريم الأستاذ عبد الله الجرينيز. وأيضا لا ننسى الأستاذ عبد الرحمن الشريمي مشرف الجائزة من مكتب التربية العربية. دكتور علي عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج لتكريم وزارة التربية والتعليم. ندعو سعادة سلطان صقر السويدي لاستلام درع ندوة الثقافة والعلوم. ندعو الأستاذة شريفة موسى مدير الأنشطة الطلابية لاستلام الدرع، يستلم عنها الأستاذ مبارك الحمادي.
الله الرحمن الرحيم. نحن سعيدين اليوم باحتضان حفل تكريم جائزة التفوق لمكتب التربية، وما في شك أن هذه الجائزة يعني جائزة محفزة لأبنائنا الطلبة والطالبات، وأيضا توجد بيئة سليمة لاكتشاف المتفوقين والموهوبين. ونحن بدورنا نشكر مكتب التربية بدول مجلس التعاون على هذا الدور وهذا المميز، وأيضا تخلق قناة تواصل بين أبنائنا الطلبة والطالبات في دول الخليج وأولياء أمورهم. فما في شك نحن نبارك ونهني الفائزين والمتفوقين من دول مجلس التعاون، وأيضا نشكر القائمين على أمر هذه الجائزة في مكتب التربية العربي، والشكر أيضا موصول إلى الوزارات التربية والتعليم في كل دول مجلس التعاون. الحقيقة أنا سعيد اليوم بأن في الدورة السابعة من هذه الجائزة، وأهم جانب في هذه الفعاليات هو الاستمرارية. هذا يعني بأن إن شاء الله هذه الجائزة ستستمر وستتطور من عام إلى عام. نحن هذا العام رأينا الحقيقة إبداعات أولادنا وبناتنا الطلاب والطالبات. نشكر الحقيقة وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما بذلوه الزملاء والزميلات في إنجاح هذا الحفل. هدفنا كما تعرف في هذه الجائزة هو جمع الطلاب والطالبات الخليجيين على صعيد واحد والتعارف بينهم، وليس الهدف فقط الجائزة، ولكن الهدف هو استثارة تجاربهم وخبراتهم وتواصلهم مع بعضهم البعض. احنا نعتبرهم من دولة واحدة وليس من عدة دول، وإن شاء الله بهذا المنحة نصل إلى مرحلة كبيرة جدا من التكامل والتعاون والاتحاد إن شاء الله. سمو الأمير سلطان وجهنا أنه نشارك في هذه المناسبة الطيبة، ولا شك أنه شركة المراعي دائما تسعى إلى المشاركة في ما يتعلق بكثير من الأنشطة سواء كانت ثقافية أو تعليمية، وهذه الحقيقة مشاركتنا أو دعمنا للعام السابع على التوالي في هذه المناسبة الطيبة. طبعا أنا سعيد مشاركتي اليوم في هذا الحفل، وكما عودتنا دائما المراعي للأمانة يعني في دعمها لأبنائنا الطلاب. أتمنى من طبعا المؤسسات الأخرى شركات تحذو حذوها وتسعى لتكريم الطلاب. والله الجائزة لها تأثير كبير، لأن هي دافع للطالب أنه يزيد في المثابرة، ولغيره من الطلاب أنه يحاول أنه يحصل على هذا التكريم وهذه الجائزة، فيكون لا فخر له ولا أهله معه. أتمنى أن نطاق الشركات اللي ترعى التربية يتسع ليشمل أغلب الشركات الوطنية عندنا في دول الخليج، لأن فعلا هو العنصر الأساسي في الحياة هي التربية والطالب، لأنه هو اللي في يوم ما في المستقبل سيتطرق إلى جميع المجالات. الجائزة هذه جائزة مميزة، أتمنى إن شاء الله أنها تستمر، وأن يكون فعلا في كثير من الشركات العديدة اللي تساهم في مثل هذه الجوائز العلمية، لأن مستقبل المنطقة هو مستقبل الأبناء. إذا الأبناء هم تعلموا واجتهدوا وحصلوا على الشهادات العليا، أكيد راح يكون لهم مردود ويكون لهم تأثير إيجابي على دولهم، مما ينهض في الدول الخليج والدول العربية إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنة العضو المنتدب لشركة المراعي، سعادة الوكلاء والوكلاء المساعدين، الأخوة الضيوف الكرام، الحفل الكريم. خير ما نبدأ به حفلنا هذا كلمات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب عبد الله خليل المازمي من مدرسة الشارقة النموذجية بمنطقة الشارقة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الحفل الكريم، ما أسعدها مناسبة وما أعزها شأنا هذه التي نلتقي في رحابها لنكرم الإبداع والتميز في أشكاله ومجالاته المتعددة. كلمة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج، الإخوة والأخوات، السادة والسيدات، أبنائي وبناتي الطلبة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي السرور أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الحفل، حفل تكريم أبناؤنا وبناتنا طلبة مدارسنا الخليجية الفائزة بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، التفوق الدراسي للتعليم العام في دورتها السابعة. كما يسرنا ونحن نبتهج بتميز سلة من الطلبة أن نرحب بكم أيها الحضور من مسؤولين ومتخصصين وأولياء أمور وطلاب وطالبات، ونخص بالذكر ضيوف دولتنا الكرام، شاكرين لمكتب التربية على دوره البارز في تطور حركة التعليم في منطقتنا وجهوده الكبيرة التي يقودها أخي الدكتور علي القرني على مسير التعليم الخليجية. الحضور الكرام، يظل تحقيق التفوق الدراسي في صفوف أبنائنا الطلبة مع
مطلبا مهما لأنظمتنا التعليمية في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، لا سيما ونحن نسعى في مؤسساتنا التربوية إلى أن يكون التفوق انعكاسا حقيقيا لمستوى التحصيل العلمي للطلبة وما يتصل بذلك من خدمات تعليمية عالية الجودة، نعمل بخطى حثيثة على توفيرها في مدارسنا. ومن هنا من دولة الإمارات وانسجاما مع رؤى شركائنا الاستراتيجيين وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء بمكتب التربية، كان لنا عنوانا محدد وسياسة واضحة للارتقاء بمستوى التعليم ومواكبة تطور هذا القطاع الحيوي مع مستجدات العالم من تقنيات وأساليب رقمية ومناهج حديثة وطرائق تدريس وغيرها. ولعل هذا الاهتمام البالغ من قيادتنا الرشيدة بالتعليم الذي هو الذي أسس جيلا جديدا من المدارس الذكية في الإمارات، وهو الذي حفز جموع العاملين في سلك التعليم والطلبة نحو الاستجابة السريعة والتفاعل البناء مع مقومات النجاح وأسباب التميز التي يرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. لقد جاءت جائزة مكتب التربية العربي للتفوق الدراسي مستهدفة حفز طاقات الطلاب والطالبات واستثمار إبداعاتهم في ماراثون علمي تتوافق قواعد المنافسة فيه ومنظومة القيم التي تتسم بها مجتمعاتنا الخليجية. وهذا ما أسس له مكتب التربية العربي حين قصد من وراء جائزته تقوية أواصر العلاقة بين الطلبة الأشقاء في الدول الأعضاء بالمكتب وتعزيز تواصل المبدعين منهم، ومن ثم بناء جيل من النابغين العرب ممن يعول عليهم في مواصلة مسيرة التقدم والرخاء التي تشهدها بلادنا. إن النجاحات التي حققتها جائزة التفوق الدراسي طوال دوراتها الست الماضية ولا سيما في مجال اكتشافات أبنائنا الفائقين علميا والموهوبين في مجالات شتى تؤكد عمق الأهداف التي تبنى مكتب التربية تحقيقها، وأهمها تعزيز مجالات الاتصال العلمي والثقافي والاجتماعي بين طلبة التعليم العام في دول الخليج، وهذا بدوره يجعلنا دائما أكثر قوة أمام التحديات التي تواجه أهدافنا المشتركة. إننا في وزارة التربية والتعليم إذ نثمن جهود مكتب التربية العربي لدول الخليج ودعمه اللامحدود لأعمال التطوير التعليم في الدول الأعضاء، فإننا نقدر للمكتب اختياره مدينة دبي لاحتضان الحفل السنوي لتكريم الفائزين في الدورة السابعة للجائزة، آملين للمكتب النجاح المستمر في كل ما يقوم به ولأبنائنا الفائزين بالمزيد من النجاح والتفوق. كما نشكر شركة المراعي شكرا جزيلا على رأسها سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس الإدارة الشركة، والمهندس عبد الرحمن المهنا نائب رئيس مجلس الإدارة لرعاية الشركة ودعمها المتواصل للجائزة، والطلبة المبدعين. والشكر موصول إلى ندوة الثقافة والعلوم وإلى القائمين على تنظيم هذا الحفل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر والتقدير لمعالي الوزير. إن جائزة التفوق الدراسي لطلبة التعليم العام
هي أحد الجوائز التعليمية الكبرى بمنطقة الخليج، والتي تهدف إلى تكريم وتشجيع الطلاب المتفوقين في التعليم العام في الدول الأعضاء بالمكتب. كلمة معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني، مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صاحب المعالي الأستاذ حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة الأخ الكريم الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا العضو المنتدب لشركة المراعي، الأخوات والإخوة الطلاب والطالبات، زملائي في وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه لمن دواعي الاعتزاز أن أقف أمام هذا الحضور البهي لمعالي وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ القطامي، الذي يضيف اليوم قيمة جميلة لمعنى التفوق في دبي الجميلة، وبعدا غير محدود لهذه الجائزة التي تعتز بالمتفوقين وتغلي مكانتهم في القلوب وتعلي من شأن التفوق وتقف عند دوره في صناعة الأمم. وليس هذا بجديد على الإمارات التي دابت بقياداتها الرشيدة عبر مسيرتهم الخيرة على قيادة دفة الإنجازات الكبيرة في التعليم من أجل تنشئة أجيال من القادرين لتكوين مجتمع المعرفة المنشود. ولعل ما تحققه الإمارات اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من نهضة علمية وحضارية هو خير دليل على صدق الرؤية وقوة العزيمة والمحبة المثلى لهذا الوطن الجميل. والتحية والاحترام موصولان لأصحاب السمو والجلالة قيادة دولنا الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج على دعمهم للعمل التربوي الخليجي المشترك. صاحب المعالي الحضور الكريم، نلتقي اليوم لنغرس في نفوس شباب الخليج معنى الاعتزاز بالأوطان ومفردات الانتماء الحقيقي لها ولقياداتها، وخارطة الدخول إلى الغد المشرق، إلى الغد المشرق باقتدار، وها نحن نقرأ في عيونهم عزما على أن يكونوا أهلا لحمل أمانة الوصول، وإصرارا على اتخاذ مكانهم اللائق بين الكوكبة الأولى للأمم. بنات المتفوقات وأبناء المتفوقين، أيها الواقفون في محطة من محطات التشريف، العابرون بثقة في نبض القلوب، الواهبون أعمارهم اليانعة للتفوق والعطاء، ما أروعكم وأنتم تأتون بنا لنكرمكم ونشكر لكم هذا الجهد الدؤوب، ونقف أمامكم مزهوين وخلفكم دافعين محفزين، نحتضن خطاكم الواثقة على دروب مسيرتكم الخضراء، فنقول لكم شكرا على كل لحظة فرح عشناها بكم، وشكرا على كل سعادة أدخلتموها إلى قلوب أمهاتكم وآبائكم فعاشوا لكم وهم يقرؤون باعتزاز كبير أسماءكم في قوائم التشريف. فالتحية والمحبة لكم وأنتم تتوجون سهركم بهذا التفوق الذي سيكون غدا بعون الله إسهاما خالصا وفريدا في بناء أوطانكم، وأساسا متينا في صناعة مستقبلكم، وإلهاما أكيدا لزملائكم من بعدكم. إن لكل أمة محطات في تاريخها تزهو بها، كونها أسهمت في صنع حضارة الأرض وكتبت أسماء أبنائها بمداد من فخر في كتاب الزمن، وهذه واحدة من تلك المحطات يقف فيها أبناؤنا مترجمين الأحلام إلى حقائق بتعالي نبض الأباء والأمهات الذين ينظرون إلى أبنائهم ممتلئين عن آخرهم زهوا بهم، شاكرين الله تعالى على توفيقهم وعلو شأنهم. فامضوا أيها الأبناء غير هيابين، وحققوا لأوطانكم ما تنتظره منكم، وارسموا بسماتكم في كل الدروب، واتركوا بصماتكم في كل العناوين، فما أروع اللحظات التي تبتسمون فيها لأوطانكم وهي تعانق أبناءها الأوفياء المعطائين. لكم مني كل تحية طيبة، ولدولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن في هذا المكان الجميل هذا العرس في مدينة البهجة دبي، والتي يمضي حاكمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لإرساء أسس التفوق وإعلاء قيمة الإبداع.
كل الشكر والتقدير على استضافة الحفل في هذا المكان والرعاية الكريمة والكرم العربي الأصيل في الاستقبال والضيافة، والشكر الخالص لمعالي وزير التربية والتعليم الأستاذ حميد القطامي على هذا الحضور الكريم الذي يعني لنا ولكم وللتفوق الكثير، والشكر الخالص لصاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، وللأستاذ عبد الرحمن المهنة الذي يشاركنا اليوم، والقائمين على هذه الشركة المعطاءة على ما يقومون به من دعم للإبداع والمبدعين. ولا غرو، فالمراعي هي ذاتها تحكي قصة نجاح وإبداع منقطع النظير، وهم بذلك يترجمون بأمانة معنى الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والمؤسسات التربوية الرسمية. والشكر موصول بالزملاء والزميلات في وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العزيزة وللطلبة على ما بذلوه من جهد أثمرت اليوم إبداعا وفرحا. أسأل الله أن يعيننا دائما على وقفات التكريم والعزة، وأن يكون معنا أبدا في عناوين النجاح والفلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني. إن رعاية المتفوقين والموهوبين مسؤولية جماعية لا تقتصر على المؤسسات التعليمية فحسب، وإنما تقع أيضا على كافة المؤسسات المجتمعية، وإن شركة المراعي السعودية تعي هذا الدور جيدا بتبنيها السنوي لهذه الجائزة. والآن مع كلمة سعادة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنة العضو المنتدب لشركة المراعي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله النبي الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. معالي الأستاذ حميد بن محمد القطامي وزير التربية والتعليم، مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، أصحاب السعادة، أبنائي وبناتي، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جائزة المراعي للتفوق الدراسي بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج لطلاب الدول الأعضاء هي أحدى الجوائز التعليمية الكبرى في منطقة الخليج، بما يعزز استمرار تفوقهم في المراحل الدراسية التالية ويدفع الطلاب الآخرين للاقتداء بهم، كما تهدف إلى تعزيز مجالات الاتصال العلمي والثقافي والاجتماعي بين طلاب التعليم العام في دول الخليج العربي، وذلك وفق معايير دقيقة وموضوعية للقياس والتقييم. وهذا العام تدخل الجائزة دورتها السابعة بدولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية، محققة بذلك نجاحات عديدة في تحفيز وشحذ همم الطلاب والطالبات في دول الخليج العربي. إن جائزة التفوق الدراسي تهدف إلى تكريم وتشجيع الطلاب المتفوقين في التعليم العام في دول الخليج العربي، بما يعزز استمرار تفوقهم في المراحل الدراسية التالية ويدفع الطلاب الآخرين إلى الاقتداء بهم، كما تهدف إلى تعزيز مجالات الاتصال العلمي والثقافي والاجتماعي بين طلاب التعليم في دول الخليج العربي. فرعاية المتفوقين والموهوبين مسؤولية جماعية لا تقتصر على المؤسسات ذات العلاقة فقط، وإنما يستوجب على شركات القطاع الخاص تحمل جزء من المسؤولية. لذا يسرنا في شركة المراعي أن تكون هذه الجائزة المتميزة تحت رعايتها، وذلك إيمانا منا بأهمية تشجيع وتحفيز طلاب العلم ليسهموا في الأيام القادمة في بناء أوطانهم وترجمة الطموحات المنتظرة منهم إلى واقع. أيها الحفل الكريم، اسمحوا لي أن أتوجه بالتهنئة لأبنائي وبناتي الطلاب الفائزين والفائزات بجائزة التفوق الدراسي. أقول لهم اجتمعنا هنا تقديرا لإنجازكم وتكريما لسعيكم، نلتم الجوائز بجدكم واجتهادكم، تعبر طموحاتكم نحو التميز، لا يقف عائقا أمام جسارة رغباتكم، كنتم عنوان أسركم وأوطانكم بكل فخر واعتزاز.
أيها الأبناء، واصلوا جهدكم وجدكم واعمدوا إلى التخطيط السليم في دراساتكم حتى تكونوا نبراس علم يهتدي إليه زملائكم، وسيروا على بركة الله، فسيأتي يوم نفاخر بكم أوطانكم بين الأمم. وفي الختام أتقدم بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم على هذه الرعاية الكريمة للجائزة، ولا حسن الضيافة والوفادة، ولا غرابة في هذا لأننا في أرض الكرم والجود. كما أتقدم بالشكر لمعالي الأستاذ ميد بن محمد القطامي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى معالي الأستاذ الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، ولجميع العاملين بالمكتب. ولا يفوتني أن أعبر عن تقديري للدور الذي قام به المعنيون في جميع وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء، فلهم كل الثناء والتقدير. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على دروب الخير دوما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لسعادة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنا. الله علينا شاهد، إنا وطن واحد، وأهل الخليج إخوة علا، كنهم جسد واحد، كلنا خليجيين إخوة عروبة ودين. أبريت خليجنا واحد. فكرة وإشراف شريفة موسى مدير إدارة الأنشطة الطلابية والمسابقات العلمية. كلمات شاعر الوطن علي الخوار. ألحان فهد الناصر. التوزيع الموسيقي محمد صالح. غناء وتنفيذ طالبات مدرسة شيخة بنت سعيد النموذجية للتعليم الأساسي ومدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي بمنطقة عجمان التعليمية. تصميم الأداء الحركي الأستاذة هبة مصطفى. فلنتابع سويا. واخضرت مرابانا، زرعنا بذرة الأحلام والوحدة، وبالوحدة جهينا اليوم واقعنا. خليج الحب والوحدة جمعنا، غرسنا الطيب واخضرت مرابانا، زرعنا بذرة الأحلام والوحدة، وبالوحدة جهينا اليوم واقعنا. صارت ملحقة يقنا، ولا به قوة في الدنيا تفرقنا، ما دام احنا بحب والله توثقنا، بيبقى الحب أصدق كلمة ومعنى. يا خوي الحب صارت ملحقة يقنا، ولا به قوة في الدنيا تفرقنا،
وحققنا بالسلام وبهت غنينا وحققنا السلام اللي تمنينا تربينا على طيبة أهالينا تخاونا على الإخلاص والمعنى فهلنا المستحيل وسر قوتنا في وحدتنا وفي قوة مخوتنا وثقنا في ولانا وحب قادتنا وقادتنا لأكثر ما تطلعنا فهلنا المستحيل وسر قوتنا في وحدتنا وفي قوة مخوتنا وثقنا في ولانا وحب قادتنا وقادتنا لأكثر ما تطلعنا الله علينا شاهد شاهد إنا وطن ساعدنا وإذا عاد الزمان بطيبنا عدنا كبار وطيبنا يثبت تواضعنا على نهضة مواطننا تعاهدنا وفي تحقيق غايتنا تساعدنا وإذا عاد الزمان بطيبنا عدنا كبار وطيبنا من بالحب يرفعنا أصرنا على المجد وتصدرنا
غسل الطيب واخضرت مرابانا، زرعنا بذرة الأحلام والوحدة، وبالوحدة تهينا اليوم وقعنا، خليج الحب والوحدة يجمعنا، غرسنا الطيب واخضرت مرابانا، زرعنا بذرة الأحلام والوحدة. خليجنا وحدة أهل، خليجنا واحد. مع كلمة الطلبة المتفوقين تلقيها الطالبة نورة خالد الشحي من مدرسة نورة بن سلطان للتعليم الثانوي بمنطقة رأس الخيمة التعليمية. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، والصلاة والسلام على معلمنا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ها نحن نقف هنا لنجسد جهودا رسخت ونمت، خططت وبنت، أصرت على تحقيق بريق من الإنجازات التي سطعت في سماء التفوق والإبداع، حتى غدت تلك الجهود نبراسا يضيء صروح الأوطان، وفخرا تعزز في نفوس تتقن معنى الجد والإصرار والعزم على تصوير أسمى معاني التميز في شتى المجالات. نحن طلبة المتفوقين نسعى دائما إلى تلوين تلك السطور بحروف تناضل وتسعى، لأن تجعل من هذه الشخوص أناسا سعوا وعملوا، جدوا واجتهدوا، حتى غدوا رموزا تعلي صروح الأوطان، أوطان العلم والثقافة، القيادة والريادة. فنحن في زمن الريادة الذي تبنى عقولا نافست وأبدعت في ميادين العلم المختلفة. إن جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج تعد فخرا ووساما تسمو له نوابغ وأياد بناءة ستتغنى بنتاجاتها الأجيال القادمة المعطاءة. إن الجائزة أعلت سلم المجد الصاعد لدينا نحن الطلبة المتميزين، وطورت دوافع وطموحات متجسدة في نفوسنا لتبلغ أعلى سلم المجد والتميز. فلنضع أهدافا سامية بعيدة المنال، ولنسعى جاهدين لتحقيقها، ولنقبل التحديات حتى نتمكن من الشعور بنشوة النصر المكلل بالإنجازات الخلاقة. ولله در أبي القاسم الشابي إذ يقول: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فأصحاب الهمة العالية لا يعرفون المستحيل ولا يقنعون بالقليل، ويطمحون للمعالي جادين مجتهدين، وقتهم ثمين لا يمضون وقتهم إلا في طاعة وعمل بلا كلل أو ملل، مؤمنين بأن من يبتغي المفاخر لا يرضى إلا بالصفوف الأولى أبدا. والآن مع مسيرة التكريم، تكريم المتفوقين ذخائر الأوطان، يتفضل كل من معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، وسعادة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد العزيز المهنة العضو المنتدب لشركة المراعي لتكريم بناتهم وأبنائهم. أولاً، المرحلة الابتدائية بنات. الطالبة عاشة سعيد سلطان الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة. الطالبة جمانة أسامة فؤاد عبيد من مملكة البحرين.